مهم معايا الشامي ونهله سامح يعني نجوم الفريق. اتفضل يا محمد. تحياتي لحضرتك كابتن هيثم، برحب بحضرتك وضيوف الكرام مره اخرى عقب انتهاء مباراه الاهلي وسبورتنج بفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل لا شيء، وكالعاده طائره الاهلي تحلق عليا زي نسر الاهلي بالظبط. معايا دلوقتي كابتن الفريق كابتن نهله سامح، يعني معايا 18 دوري و17 كاس وعايزه تاخد ال 18، يعني نهله سامح لوحدها عدت 18 دوري، وكمان بتطمح ان شاء الله المباراه القادمه سواء امام الصيد او الزمالك تكملهم 18 كاس. اعتقد ارقام صعب جدا حد يقرب لها ويكسرها، وده كان باين في الملعب النهارده. الحمد لله طبعا على الفوز النهارده، خطوه مهمه جدا نحو ان شاء الله الكاس، وصلنا فاينل. طبعا كان ماتش صعب ان القرعه وقعتنا ان احنا نقابل سبورتنج على ارضه. طبعا الظروف اللي حصلت في الماتش كلها ان النور قطع مرتين كان يمكن بيوقف الريتم شويه بتاعنا في الماتش، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نسيطر على الماتش بعد اول جيم لما كنا خسرانين فرق سكور، قدرنا نعمل كومباك في الجيم وناخده ونكمل على يعني على الحمد لله للفوز. يعني نحن يمكن كنت هسالك نفس يعني في نفس السياق اللي انت اتكلمتي فيه، قطع النور الشوط الثالث سبورتنج جاي في المباراه، لكن اعتقد يعني التايم اللي خده كابتن حمدي واتكلم معاكم فيه اعتقد حول المباراه ثاني الحمد لله لصالح النادي الاهلي، وانتهينا على بالشوط الثالث وكسبنا المباراه 3-0. طبعا هو ان الماتش يقف بالنسبه للفرقه هي اللي ماشيه وبتكسب، ده بيكون غلط على الفرقه اللي هي اللي ماشيه وبيديهم فرصه ثانيه ان هم يقدروا يهدوا ويرجعوا ثاني للجيم، فده كان وحش بالنسبه لنا. حتى في الجيم الثاني احنا كنا فارقين بسكور الحمد لله كان 15-6 لما النور قطع، حتى الجيم اتفنش مش بنفس الفرق اللي احنا كنا قبل ما النور يقطع، بس الحمد لله يعني طبعا قدرنا نرجع يعني للماتش ونهيناه بقوه وخطوه مهمه. طبعا المباراه ان شاء الله القادمه يوم الاثنين نهائي الكاس، تقولي لجمهور النادي الاهلي توعدهم بايه وهم دايما متعودين منكم على الذهاب على طول؟ طبعا اول حاجه انا طبعا بشكرهم وبوعدهم ان شاء الله ان احنا نقدر ونعمل كل اللي نقدر عليه عشان نفوز ببطوله الكاس ونساعدهم ان شاء الله. شكرا وبالتوفيق يا رب في اللي جاي. كابتن هيثم.